أعلنت مصادر داخل البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيتحدث إلى نظيره الصيني تشي جين بينغ غدا الخميس. وأشارت المصادر الأمريكية إلى أن الاتصال الهاتفي سيتطرق إلى قضية تايوان والأزمة الروسية الأوكرانية. وفي وقت سابق قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، قال إن إدارة التنافس الاقتصادي بين البلدين ستكون حاضرة بدورها في المحادثات. These proxy officials will arrange sham referenda on joining Russia. Then, Russia will use those sham referenda as a basis to try to claim annexation.